في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، تنتشر سلاسل معارض أهلا رمضان من أجل توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وبأسعار مخفضة. يمتد عمل منافذ البيع بمعارض أهلا رمضان حتى نهاية شهر رمضان المعظم بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، ومنها تلك بمحافظتي الوادي الجديد وكفر الشيخ. في كل ربوع مصر تنتشر سلاسل معارض أهلا رمضان من أجل توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، ويمتد عمل منافذ البيع حتى نهاية شهر رمضان المعظم. هذه المنافذ تلقى قبولا من المواطنين الذين أكدوا على أن أسعار السلع بها مناسبة من أجل رفع العبء عن كاهلهم. جميع السلع موجودة هنا عندنا، هنا والله اهو زي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة. مبادرة كلنا واحد واهلا رمضان، كل ده ان شاء الله متوفرة بسعر يعني الحمد لله راضي للمواطن، والحمد لله برضو كمية كبيرة. الاسعار هنا حلوة، في حاجات كتيرة كويسة بالنسبة للاماكن اللي برا، بحس انها يعني في متناول ايديا وايدي احنا. سعر المعاش طبعا حضرتك عارف، بالنسبة لنا عايزين نوفر. متوفر كل السلع، الرز والسمنة والزيت والمكرونة والدقيق وكل حاجة. في الوقت ذاته تعمل المحافظات على توفير الأماكن المميزة لإقامة هذه المعارض ليسهل على المواطن الوصول إليها، كما توفر المحافظات كافة التجهيزات بالمجان للتاجر كما يوفر عليه التكلفة، وبالتالي يستطيع أن يعرض السلع وبأسعار مخفضة مع الاحتفاظ بهامش ربح بسيط ومناسب له نظرا للإقبال وإقبال المواطنين على المعارض. في إطار توجيهات الدولة المصرية بتوفير كافة السلع الاستراتيجية، احنا الحمد لله عندنا 5 ماركات مصرية على مستوى المحافظة بتوفر كافة السلع الاستراتيجية، سواء سكر أو زيت أو مكرونة أو زيت أو رز، وعندنا رصيد استراتيجي الحمد لله لا يقل عن 200 طن رز و 500 طن سكر، دول يكفونا لا يقل عن لحد شهر رمضان أو بعد شهر رمضان الحمد لله، والأسعار كلها الحمد لله في تناول الجميع. عندنا عدة منافذ، فالدولة طبعا لا تبني جهدا وبتمدنا بكل الحاجات اللي احنا عشان نقدر نسيطر على السوق ويبقاش فيه أي تعارض، وكل الناس اللي هي احنا حتى بنعرض على الجروب لما بنجيب لحم لحوم بنجيب اي حاجه، فكل حاجه موجوده متوفره. هذه المعارض يتم تقسيمها لتضم كافه احتياجات الاسره من السلع التموينيه والاساسيه باسعار تنافسيه عن مثيلاتها في الاسواق، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين. وإلى الاقتصاد المصري الذي شهد خلال العام 2022 العديد من المؤشرات الإيجابية وسط تحديات عالمية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة. حقق الاقتصاد المصري خلال العام الماضي نموا مستمرا رغم التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية غير المواتية، يأتي على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب الأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بأفاق اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين وما ترتب عليها من توقعات بزيادة الطلب في البلاد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.1% لتصل إلى 86 دولار و65 ستا أو 25 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة بلغت 0.9% لتصل إلى 81 دولار تقريبا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.65% لتصل إلى 3 دولارات و3 سنتات للتر. ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.28% لتسجل 3 دولارات و32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ألقت بورصة الإمارات على انخفاض طفيف بعد أن جددت بيانات الاستهلاك الأمريكية لمخاوف من ركود عالمي. تراجع مؤشر أسهم أبو ظبي بنسبة بلغت 0.4% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وهو متأثرا بتراجع أسهم قطاعي الصناعة والطاقة. ضغط قطاع الصناعة والمرافق على المؤشر الرئيسي في دبي الذي تراجع بنسبة بلغت 0.2%. أخبار الاقتصاد مشاهدينا، عودة مجددا إلى الزملاء هبة ومحمد. إليكم. شكرا لك رجائي.